معايا على تليفون الدكتور صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية. دكتور صلاح مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك استاذ المشاهدين. اهلا وسهلا دكتور صلاح. يعني كلمنا عن بحيرة البردويل، محتاجة ايه علشان تصل الى المستوى اللي كان بيتكلم عنه السيد الرئيس؟ في الحقيقة سيادة الرئيس بيولي اهتماما كبيرا جدا بالثروة السمكية في مصر كأحد قطاعات الدولة، وخاصة الحفاظ على المسطحات المائية وتطوير العملية الإنتاجية وتطهير البحيرات والحد من التعديات عليها. اسمح لي حضرتك يعني في عجالة قبل ما نتكلم عن البردويل بالتفصيل، الثروة السمكية في مصر أو الإنتاج السمكي في مصر يقرب من 2 مليون طن في العام. 2 مليون طن في العام، حوالي 1.6 مليون طن من المزارع السمكية، وما يقرب من 400,000 طن من المصايد الطبيعية اللي هو البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس والنيل والبحيرات. البحيرات حضرتك بتنتج حوالي 200,000 طن من الأسماك سنويا. طبعا عندنا بحيرات شمالية وبحيرات وسطى بتشمل بحيرة المنزلة والبرولس وأدكو ومريوط والبردويل وبحيرة قارون ووادي الريان وبحيرة التمساح والبحيرات المرة. طبعا الانتاج في هذه البحيرات بيتفاوت طبقا لطبيعه كل بحيره وطبقا لدرجات التلوث اللي موجوده او الصرف الزراعي او الصرف الصحي او الى اخره. بالاضافه طبعا لعمليات التراكم اللي موجوده واللي بتحتاج شغل كبير جدا في اداله العوائق اللي موجوده وتطهير البواغيت. تمام. زي ما سعادتك قلت قبل كده. تمام. طبعا احنا البحيرات في مصر عموما اللي هم ال 14 بحيره اللي حضرتك قلت عليهم والبحار بتخدم قطاع كبير جدا جدا من الصيادين وصناعه كبيره جدا جدا جدا. احنا عندنا حضرتك حوالي 95,565 صياد موجودين في 101 جمعيه صيد تعاونيه. ال 101 جمعيه صيد تعاونيه منهم 88 جمعيه للمصايد في البحار والبحيرات بتاعتنا و13 جمعيه في الاستزراع. بالنسبه لاستهلاكنا، لاستهلاك الشعب المصري من الاسماك يا دكتور، الانتاج المحلي بيمثل كم في المية؟ الانتاج المحلي هناك بيمثل اكثر من 95% الحمد لله رب العالمين. 95؟ احنا يعني الاستيراد بتاعنا حوالي 400,000 طن في السنه، لكن احنا بننتج 2 مليون طن. بنصدر حوالي 35,000 طن في السنه من بعض انواع الاسماك، لان في طبعا بعض القيود علينا من الاتحاد الاوروبي ومن بعض الدول بسبب طبيعه المزارع السمكيه بتاعتنا. لكن الانتاج السمك عندنا كبير، عندنا اكثر من 41 مكتب صيد في محافظات مصر بتخدم الصيادين، عندنا حوالي 30,513 رخصه للصيادين. القطاع الكبير ده كله طبعا السيد الرئيس بيولي لهم اهتمام كبير جدا جدا، لان تخيل حضرتك 95,500 صياد عندهم اكثر من 95,000 اسره. صحيح. فطبعا دي صناعه كبيره جدا جدا جدا. للاسف في السنوات السابقه كان في تعديات على البحيرات، كان في تلوث لبعض البحيرات، كان في عدم او اهمال الى حد ما في عمليه تطهير البحيرات والبواغيز، لان البواغيز طبعا هي مصدر الميه ومصدر للاكسجين اللي داخل البحيره، وبالتالي بيساعد على تنميه الثروه السمكيه في مصر. فكانت الاهداف اللي اوصى بها سياده رئيس الجمهوريه اهداف استراتيجيه لتنميه الثروه السمكيه بتعتمد على الحفاظ على المسطحات المائيه وعدم التعدي عليها باي حال من الاحوال، بتعتمد على تنميه البحار والبحيرات، بتعتمد على التنميه الافقيه والراسيه في الاستزراع السمكي والمصايد على مستوى الجمهوريه، بتعتمد على حمايه الشواطئ، بتعتمد على تقليل التلوث ومصادره في البحيرات كلها، مع تطوير طبعا للصناعات القائمه على الاسماك زي مصانع الاعلاف ومصانع التسويق وتنميه الاستزراع السمكي بصوره كامله. طيب محتاجين قد ايه يعني نفقات علشان هذه البحيرات تؤدي وظيفتها ويعني تخدم يعني اهداف تحقيق الثروه السمكيه من منظورها الشامل يعني؟ والله سياده الرئيس تكرم على الثروه السمكيه وعلى هيئه الثروه السمكيه والقائمين على هذه الصناعه بضخ المليارات من الجنيهات لتطهير البحيرات المختلفه ورفع كفائتها. عدم حدوث تجفيف في البحيرات ومحاربه لكل التعديات بكل انواعها
ومعالجه التلوث ومنع المصارف الزراعيه والصحيه والصناعيه في البحيرات المصريه، وبرضو كل ده بيؤدي الى انتشار بعض النباتات المائيه في البحيرات. فطبعا كلما كان في تطهير بدرجه عاليه النباتات المائيه بتبقى على حساب الزراع السمكي، فبتقل النباتات المائيه وبالتالي الانتاج السمكي في البحيرات هيتضاعف جدا جدا عما هو عليه في الفتره السابقه. طيب بحيره البردويل تحديدا يا دكتور. نعم يا فندم. بحيره البردويل اهميتها زي ما سعادتك عارف ان بحيره البردويل بتعتبر من اهم البحيرات الشماليه الموجوده في مصر، بتتميز طبعا بجوده مياهها لانها على البحر مباشره وما فيش فيها اي مصادر من مصادر التلوث، لان ما فيش فيها لا صرف صناعي ولا زراعي ولا صحي، وبالتالي اسماكها بتتميز بجوده عاليه جدا ونسبه كبيره منها صالحه للتصدير وبيتم تصديرها بالفعل. بحيره البردويل حوالي 160 الف فدان، وهي بحيره طبعا ضحله والعمق فيها بيتراوح من 2 ل 3 متر، وطبعا مستغل منها حوالي 136 الف فدان، وبتنتج اكثر من 2600 طن من الاسماك عاليه الجوده. الشركه البلجيكيه عفوا يعني الشركه البلجيكيه لما هتعمل تبتدي اعمال التكريك، ايه المنتظر انه يتغير في بحيره البردويل؟ المنتظر طبعا بعد عمليات التكريك اللي بتتم بيبقى فيه تصهير للبحيره، العمق بتاع البحيره بيزيد وبالتالي الكثافه السمكيه في البحيره بتزيد، العوائق اللي بتبقى موجوده بتحد من عمليه التفريخ، وبالتالي معظم الذريعه الصغيره بتهرب من المكان لعدم ان المكان ما بيكونش مناسب لعمليه النمو بتاعتها والتحضين بتاعتها، فعمليه التفريخ هتكون بنسبه اعلى، عمليه التحضين بالنسبه للذريعه هتكون اعلى، اعداد الاسماك المختلفه لان البيئه المائيه مختلفه من مكان لمكان، فهيبقى عندنا عدد اكبر من الاسماك البحريه اللي هي طبعا بتبقى ليها قيمه غذائيه وجوده عاليه عن الاسماك الميه العذبه، هنلاقي عندنا نسب كبيره جدا جدا من انواع الاسماك زي الدنيس والقاروص والعيله البوريه والكابوريا والجمبري الى اخره، بالاضافه طبعا لان بحيره البردويل ليها يعني مكانه خاصه عندنا لانها في منطقه سيناء وبتخدم اهل سيناء. عندنا في البردويل اكثر من 1227 رخصه للصيادين في منطقه البردويل، فيها 6 جمعيات للصيد، وعدد الصيادين اللي موجودين في البردويل اكثر من 3500 صياد. فطبعا دي صناعه كبيره جدا جدا، المكان استراتيجي ومهم جدا جدا بالنسبه لنا. بنحاول برضو ندي نصيحه للاخوه الصيادين، لما انا في هيئه الثروه السمكيه اقول لك لو سمحت ممنوع تصطاد في الفتره الفلانيه، او عايز اعمل يوم او اثنين راحه لعمليات الصيد، فانا بحافظ على المخزون السمك اللي موجود جوه البحيره. لما اقول ان في مراكب معينه ممنوع تصطاد في هذا المكان وتصطاد في مكان اخر، فانا بحافظ ان كل مركب من المراكب له اليات مختلفه ومواتير مختلفه وطرق مختلفه، فبيعمل اجاره، بيبقى في جور على الذريعه او جور على الاسماك المختلفه، فانا عايز احافظ على توازن البيولوجي جوه البحيره لان ده في صالح الصيادين اكثر ما هو في صالحنا احنا. صحيح. طب دكتور صلاح اخيرا، يعني في ناس رغم غزارة الإنتاج المحلي بس في ناس بتشتكي من يعني غلو أسعار الأسماك. والله يا فندم الأسعار بتاعت الأسماك إلى حد ما يعني بتعتمد على السوق وبتعتمد على الطلب وبتعتمد على طبعا حضرتك احنا عندنا إنتاج السمك يعني ما هوش بتبقى عندنا دورة سمكية بتاخد لها 7 أو 8 شهور بالنسبة للمية العذبة، ففي فترات من العام ما بيبقاش فيه الاسماك موجوده بكثره، يعني نبدا مثلا من شهر 12 لغايه شهر 3 او 4، فيمكن الى حد ما السمك سعره بيبقى عالي شويه. طبعا في الفتره السابقه الانتاج بتاع البحيرات ما حدش يتخيل ابدا ان البحيرات اللي عندنا بالحجم الكبير جدا ده وبالمواصفات الموجوده فيه ان يبقى الانتاج برضه حوالي 400 الف طن، ده احنا المفروض يبقى 4 مليون طن تطلع. فمن المتوقع ان شاء الله بعد الدعم الكبير للسيد رئيس الجمهوريه والمجهود اللي شغال على مدار ال 24 ساعه، احنا فعلا الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، الشرطه الوطنيه، هيئه قناه السويس، المشاريع القوميه الجديده اللي بتتم باذن الله تعالى، احنا متوقع ان الانتاج السمك عندنا يفوق متطلبات الشعب المصري، وباذن الله عمليه التصدير بدل ما بنصدر 35 الف طن ان شاء الله نصدر كميات اكبر كبيره جدا جدا من الاسماك. زي ما سعادتك عارف النصيب الفرد في مصر من البروتين الحيواني حوالي 21.7 جرام في اليوم، الاسماك بتطلع منها حوالي 4.5 جرام، وطبقا لاستراتيجيه تنميه الثروه السمكيه في مصر اللي هي خطه الدوله 2030، من المتوقع ان شاء الله نصيب الفرد يزيد من 21 جرام الى 23.5 جرام،
الزياده حوالي 4 جرام في نصيب الفرد بالرغم من الزياده السكانيه المتوقعه في ال 10 سنين اللي جايه، دي هتبقى حوالي 4 جرام كل واحد في الشعب المصري هيزيد نصيبه البروتين الحيواني. حضرتك عارف طبعا اهميه البروتين الحيواني بالنسبه للانسان وكل العمليات الحيويه في الانسان. فال 4 جرام دول متوقع ان شاء الله 2 جرام منهم هيكون من الاسماك، وال 2 جرام التانيين هيبقوا من اللحوم الحمراء والدواجن والالبان والبيض. فالثروه السمكيه يعني قطاع واعد جدا ومبشر جدا، وعليه آمال كبيره جدا جدا بيضعها السيد الرئيس مسؤوليه على كاهلنا جميعا، وان شاء الله القادم يكون افضل بكثير جدا جدا من الوضع الحالي اللي هو برضه مميز، لان احنا رقم 6 على المستوى العالمي في انتاج الاسماك، واحنا رقم 2 على مستوى العالم في انتاج البلطي. فاحنا صناعه الاسماك في مصر والانتاج السمكي في مصر هو شرف لكل من يعمل في مجال الثروه السمكيه، لان احنا محققين نجاحات، وان شاء الله بدعم سياده الرئيس والقيادات السياسيه في الدوله ان شاء الله نصل الى اكثر من كده. أشكرك. جداً. شكرا جزيلا دكتور صلاح مصلحي رئيس هيئه الثروه السمكيه. طيب من الاسماك الى القمح.